بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ختام هذا الشهر الفضيل وختام هذه الأيام المباركات، نشكر الله العلي العظيم أن وفقنا وأمدنا بالصحة والعافية، فأكملنا هذا الشهر صيامه وقيامه وتلاوته على أكمل وجه، فلله الحمد والمنة. أسأل الله العلي العظيم في ختام هذا الشهر أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة، ونحن نرفل بثياب العز والنصر والتمكين لنا ولجميع المسلمين. ثم أيضا بالمناسبة، هذه المناسبة العظيمة التي نفتخر بها في مسجدنا هذا، مسجد عبد الحميد بن باديس، وأيضا يفتخر بها سكان بلدة رأس الواد الطيبة المباركة، هذه المناسبة وهي مناسبة تكريم مسجدنا مسجد عبد الحميد بن باديس بحصوله على شهادة شرفية على أساس أنه أحسن مسجد على مستوى مقاطعة رأس الواد وعين تاغروت، وهذا فضل من الله سبحانه جل وعلا علينا، له وحده الفضل والمنة، ثم أيضا بفضل جهود القائمين على هذا المسجد والمساهمين والمحسنين والذين سهروا على السير الحسن لشؤون هذا المسجد، نتمنى أن يحذو حذونا وأن يقتفي أثرنا جميع مساجد بلدية رأس الواد، لهم منا جميعا التحيات والتماني لهم بالتوفيق والسداد. لا أفوت أيضا في هذه الكلمة الطيبة ولا أنسى أن نتوجه بالسؤال والدعاء لله سبحانه جل وعلا لشيخنا الشيخ إبراهيم بن عيساوي حفظه الله، فهو على فراش المرض، نسأل الله سبحانه جل وعلا له الشفاء العاجل. اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم رده إلينا وإلى أهله وأبنائه وإخوانه وأحبابه وعشيرته، رده يا ربنا سالما معافا مباركا غانما طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.